نبيلة حماني شاعرة من مدينة فاس، سعيدة بالتواجد في الثانوية التأهيلية يوسف بن التاشفين احتفاء باليوم العالمي للشعر. وأنا كنشكر المؤسسة، السيد المدير والسيد الناظر، كما أشكر تنسيقية شبكة القراءة بفاس على رأسها السيد رئيس شبكة فاس سي محمد بولحية، وأشكر كل المنظمين وكل القائمين على هذا النشاط البهي بوجود ثلة من الشعراء ومن المبدعين من أرجاء مدينة فاس.